نحكيو سياحة، نحكيو على القطاع السياحي ونحكيو على لو توريزم ايكولوجيك، موضوع نتناولوه مع لو بريزيدون د لاسوسياسيون ايكو توريزم اي انفيرونمون سي داود دهين. اهلا وسهلا بك، مرحبا بيك. عايشك، مرحبا بيك. عايشك، شكرا ليك. يمكن في البداية بريفمون نقدموا شوية بتتخ لاسوسياسيون تاعكم اللي جوستومون تنشط وتهتم بالسياحة الايكولوجية. جمعيتنا اسوسياسيون ايكو توريزم انفيرمون، جمعية السياحة البيئية والمحيط بنابل، هي تأسست من عام 2008، اما كانت مش اوفيسيال على ما كانوش عطيو الوحود. عام 2011 خذينا الرسمية معناتها الوحدة نتاعنا، ومن وقتها ننشطوا، معناتها احنا ننشطوا خاصة كنا دي كورون دونور من الاول، معناتها احباء للطبيعة، نخرجوا باش بور ديكوفرير لي كوان هكا انسوليت. ومن وقتها ولينا نهتموا خاصة باللي كوان هكا ناتشوريل، وشفنا اللي كونوا في نتاعنا بلادها ناقصة برشا ليكو توريزم، ولينا دخلنا في البرامج نتاعنا احنا خاصة جمعية بيئية، دخلنا ليكو توريزم كوتوريستيك، ولينا نخدم عليهم في عدة برامج، وخاصة دي زاكسيون فينانسي بار معناتها دي زورغانيزم انترناسيونو دو لونفيرونمون. سي داود، لو توريزم ايكولوجيك جوستومون انتم تخدموا على الترويج ليه، تعريف به، كي نقولوا سياحه بديله وصديقه للبيئه، شنو نقولوا بالضبط اليوم وشنو هو واقع السياحه الايكولوجيه في تونس؟ والله شنو نقول لك، الواقع صعيب، هو معناتها ما فماش وتر ليها، معناتها منظمه، ما فماش ريغليمونتاسيون، ما فماش قوانين ظاهره. السياحه خدمت شويه على لي ميزون دوت لي جيت، هذوك عملت لهم دي كيت شارج وقوانين، فهمتني، يخدموا، وما حتى لي ميزون دوت ما همش معناتها يخدموا بخدمتهم الاصليه كما يلزم يكونوا ميزون دوت. هو كي نقولوا سياحه صديقه للبيئه ولا سياحه ايكولوجيه، نقولوا لي ميزون دوت، نقولوا لي جيت رورو، سا انكلو كوا دوتر كي نقولوا توريزم ايكولوجيك؟ هي مش ميزون دوت وجهه واحده، هي السياحه البيئيه، هي اولا المحافظه على التنوع البيولوجي والمناطق الطبيعيه، ندخلوا لها السياحه الايكوتوريزم باش ندعموها وباش نحافظوا عليها، وخاصه باش المواطنين اللي عايشين دائر المناطق هذه الطبيعيه ندخلوهم في السيركوي، واللي هما ينتفعوا من السياحه، وخاصه باش يحميوا المناطق هذه، المناطق الطبيعيه، المناطق الغابيه، المناطق الرطبه، حتى في الصحراء معناتها في الزواجيس وكل شيء، باش يحميوها وباش يدعموها ويكونوا هما، فهمتني، اداه المحافظه عليها وللديمومة. خاصة نحن نخدموا على الديرابيليتي للديمومة. واليوم جوستومون معناتها لأي مدى ممكن أنه تونس تكون مشعة وتكون معناتها بارزة في التوريزم ايكولوجيك؟ تقول أنت معناتها صحراء هذا عنا، تقول سياحة جبلية زادة هذا عنا، معناتها اليوم إسكو أون تخان ديكسبلواتي جوستومون لي ريشيس ناتشوريل اللي عنا؟ احنا تونس كما قلت عندنا تنوع معناتها في المناخ وفي المناظر وفي من الغابات من الغابات في الشمال حتى الصحراء، نتعداو حتى الوسط معناتها لي غروند ستيب هذوك الكل، كلهم معناتها فيهم تنوع بيولوجي، وفيهم خاصة احنا عندنا 17 بارك ناسيونال. بارك يقول بارك ناسيونال مهما محميات معناتها يتزاروا، معناتها يلزمهم نورمالمون يتزاروا، هذوما تحت إدارة الغابات. عندنا 27 محمية طبيعية، معناتها غابات معناتها بمساحات كبيرة، معناتها مليون هكتار. عندنا فهمتني مناطق الرطبة، معناتها عندنا 261 تقريب 261 اي منطقة رطبة، منهم 45 منطقة رطبة معناتها دانتري انترناسيونال، معناتها محميين بمعدل رمسار. هذوما الكل معناتها يجموا يكونوا معناتها محل اللي يكون سياحه بيئيه. اون بو لي اكسبلواتي. فما بلدان معناتها عملت من السياحه البيئيه سياحه خاصه نتاعها.
مثلا كوستاريكا، كيما بوتسوانا، كيما معناتها عملت معناتها السياحه نتاعها خاصه بالايكولوجيه. احنا نجمو نطوروا سياحتنا الايكولوجيه باش تولي عندها دور كبير في السياحه نتاعنا، وخاصه للمواطنين اللي يعيشوا معناتها في المناطق هذه اللي هم ديما في مناطق معناتها بعيده على المدن الكبيره، ويطلبوا معناتها عمل، ويطلبوا معناتها النشاط وكل شيء. وخدمنا راهو برشا كجمعيات كخود خدمنا معناتها تو تمشي نبداو من الشمال مثلا جيت مقعد، في في اف خدمه مع جمعيات غاديكا دي سيركوي ايكوتوريستيك حلوين ياسر معناتها فاهم، معناتها تبدا من الفوري دو زان نتاع دمين في كاب نيجرو، عندك فهمتني جبل الشيطان، عندك سيدي مشرق، هذوما كل خدموا عليهم وفيهم دي سيركوي ايكوتوريستيك باهيين، وعملوا كونوا حتى دي بريستاتير دو سيرفيس في الجهات هذوك. تبقى ما فماش لو سويفي، شكون باش ياثر الناس هذوما وشكون باش يدعمهم؟ لازم تكون الدوله تدعمهم. اور السياحه نتاعنا ماهيش ما عندهاش وطر اطارات خاصه للايكولوجيا، ماهيش مع السياحه الايكولوجيه ماهيش قاعده فهمتني تعمل في قوانين تدعم الاشياء هذوما باش تعرضهم حتى في الانفراستركتور، باش تعطيهم دعم مثلا في الديوانه في الواحد، ناقصين برشا معناتها من ناحيه القوانين ومن ناحيه التاطير. واضح، يعني اللي نجم نقولوا انه اليوم المشكل جوستومون انه ما فماش دعم، ما فماش عمل على مشاريع سياحيه بيئيه وايكولوجيه، بورتون فما معناتها بلوزيور افونتاج للتوريزم ايكولوجيك. كان تعطينا فكره جوستومون على لي افونتاج نتاع السياحه الايكولوجيه. ديسافونتاج هو احنا تو الشباب نتاعنا تو خاصة بعد الثورة ولا متجه للسياحة الايكولوجية، يهز الوحدة الخيمة نتاعه والجرابة ويقصد ربي يقول مش نخيم، فهمت في الليفواري، تبقى التخييم نتاعه مثلا ماهوش مأثر. تو كنا نمشيو للدول المتقدمة اللي سبقتنا مثلا في أوروبا ولا في فرنسا مثلا ولا أمريكا كل شيء، مثلا لي بارك ناسيونو يتزاروا ويعملوا فيهم دي كومبينغ ويعملوا فيهم هم فهمتني كل شيء، احنا مثلا مش عامل كومبين نقول له ما عندكش الحق، ما يلزمك رخصه، يلزمك كذا، والرخصه مين ناخذها؟ من الاداره الغابات في تونس، ومطلب وما يعطيوهش وحاسينه مشاكل كبيره. بالنسبه هذوما الكومبينغ مثلا اللي تو نبداو معناتها لاباز، معناتها الكومبينغ الحاجه الاسهل حاجه في الايكوتوريزم، باش يمشيوا المناطق هكا الطبيعيه باش يعملوا فيهم كومبينغ. في الدول المتقدمه مؤطرين يعطيهم دي كومبينغ، يخليوا المواطنين اللي معناتها في المنطقه هذيك يعملوا مشاريع، يأطروهم، يعملوا دي فورماسيون، يردوهم دي زيكو جيد على جال السياحه الايكولوجيه. تتطلب دي جيد معناتها سبيسيو معناتها في المنطقه، معناتها يفهموا في الطبيعه، يفهموا في الاشجار، يفهموا في النبات، في الحيوان، في دونك يلفو لي فورمي. انت كي تمشي للبارك ناسيونال في امريكا ولا في فرنسا تلقى لاكي تلقى لي بانو يفسروا له كل شيء، تدخل لسيركوي باليزي، تمشي تلقى تحت الشجره بانو يفسر لك شنو هي الشجره هذه وعلاش وكيفاش وكيفاش تعيش وشنو المزايا نتاعها، تلقى مثلا يقول لك هنا يعيشوا الحيوانات كذا، معناتها انت تعمل في روندوني، انت تتفسح وانت تتعلم. هذا كل ما عندناش في تونس، احنا الباليزاج ما عندناش حتى نتاع الغابات نتاعنا، ما زلنا عندك كيلك اكسيون تعملت مثلا اتيتر معناتها انديفيدويل في جيت معناتها في جيت مثلا تبرقة ولا في جيت عين دراهم، معناتها دي اسوسياسيون هكا دي جون معناتها اللي عملوا دي فورماسيون ويتبعوا وعملوا كونوا معناتها حتى دي سوسيتي باش بور انكادري لي جون، ويمشيوا لهم الناس اللي يلقاهم معناتها يتعلموا منهم ويفهموا باش يفهموا معناتها المناطق هذوك والمزايا نتاع لا بيوديفرسيتي اللي موجوده غادي يكون. الو نسمع فيك سي داود، والكلام اللي تقول فيه مهم برشا، على خاطر قاعد تقارن بين الواقع اليوم في تونس فيما يخص التوريزم ايكولوجيك وسكي سباس ايور، دونك مهم برشا اللي تحكي فيه. انت ذكرت حاجه قلت اليوم معناتها السياحه الايكولوجيه هذه تستهوي الشباب، اليوم ماذا بيا نعرف يعني الاقبال على مسالك السياحه الايكولوجيه ولا على التوريزم ايكولوجيك بصفه عامه، اي اسكون بو دير اللي هو منتوج اللي في المتناول اليوم اكسيسيبل معناتها دو جوستومون مهم انه نخدموا عليه اكثر وندعموه اكثر.
ليكوتوريزم راهو في متناول كل الطبقات. أي. وانا علاش بديت لك انا من الشباب على الشباب. أي. معناتها اسهل حاجه عنده هو باش يمشي يتفسح يعمل ليكوتوريزم. أي. معناتها يهز السكادو نتاعو ويعمل حتى لوتوستوب ويمشي للغابات ويمشي للاماكن اللي بارك ويجم يعمل كومبينغ ويتفسح ويعمل معناتها جو معناتها في الطبيعه. أي. وباش يرجع يخدم وقاعدين يعملوا فيها. فما كلك معناتها دي انيشيتيف بريفي اللي اغلبهم ما عندهمش رخص معناتها رسميه. فهمت علاش على القوانين نتاعنا ما تسمحش ما تعطيش تويسه رخص وكل شيء على جان مش متلفتين للشيء هذا. وقلت لك انا راهو الليكوتوريزم يجم يخدم الاف والاف من الشباب. معناتها ما تجمش تصور انت المناطق الصعيبه اللي معناتها اللي فيهم اللي فيها الشوماج واللي ما فيهاش خدمه كل شيء قداش يجم ينميها. معناتها انا نعطيك امثله اخرى. فما جمعيات كونت حتى النساء الريفيات في تقطير الزيوت النباتيه في لي برودوي دي تيروار. ولكن يوفى البروجي مسكنات يقعدوا معاش عندهم ما عندهمش فين يروجوا كل شيء. كان هذوك نقحموهم في لي سيركوي ايكوتوريستيك يمشيوا لهم الناس يعملوا دي بتي ماجازان سور بلاس معناتها مو ميم طون يعملوا في دخلهم في لي سيركوي ايكوتوريستيك يوليوا عايشين من الاشياء هذيك. فهمت برشا في كل مناطق تو على جال احنا تو ثم التمويل كله خارجي يعطيو للجمعيات دي بروجي في الكونسرفاسيون دو لا بيوديفيرسيتي كيما قاعدين احنا. وانتوما جوستومون كجمعيه قاعدين تعملوا في هذا في الشيء هذا وتلعبوا في دور مهم. احنا تو فور اكزومبل احنا في احنا في جهتنا قاعدين نخدم تو عندنا بروجي خدمنا بروجي على لي زون هوميد الكابون. خدمنا معناتها عام 2016 17 حتى ثلاث سنين عندنا بروجي على الكابون اسمه في البيوديفرسيتي اسمه لي زون كلي دو لا بيوديفرسيتي اللي جمع خمسه جمعيات وتمول مع السي اف اف هذه تاع لي زون كريتيك. وحود خدمنا على صفقه معموره صفقه قربه على صفقه سليمان على صفقه تونس الجنوبيه على الهواريه وهذوما كل دي زون معناتها تري امبورتون تو بيوديفرسيتي. فيهم الطيور فيهم النباتات خاصه فيهم ليميغراسيون دي زوازو وعملنا فيهم دي سيركي ايكوتوريستيك معناتها تري انتريسون فيهم معناتها كيف يجي تعطيهم تو لو بروبوز دي سيركوي معناتها دو جو دو تروا جو حتى دو سيمين ويجم يبات ويجم يبدا عنده كونتاكت على البوبيلاسيون لوكال يفطر عندهم يزور حاجات يعمل دي روندوني يعمل حتى فيلو. هذه كلها موثق ومعمول وخدمنا عليه وتو قاعدين نكملوا ونكملوا في مثلا في صفقه قربه وصفقه زركه وصفقه معموره. عندنا بروجي زاد مع اليو سي ان هذه لونيون انترناسيونال معناتها بور كونسيرفاسيون دو لو ناتور مولتنا في بروجي باش اون لوت كونتر لا بوليسيون. عندنا مشكله كبيره هو علاش المشكله المناطق هذوما ساعه تجي معناتها منطقه صناعيه تولي تلوث المنطقه هذيك الطبيعيه تجم تفسدها وتولي كير. احنا نخدموا على الشيء هذاك باش مع لي زاندستريال باش نفهموهم اللي لازم يعملوا ستاسيون ديبيراسيون مع دو بري تريتمون وكيفاش هذوما كل معناتها سي دان ترافاي دو فون و اريزي او فان دو كونت افيك لي جون دو كريي دي سيركوي ايكوتوريستيك ودي بريستاتور دو سيرفيس اللي يجموا يعيشوا في المنطقه هذيك من ليكوتوريزم واللي هما يحافظوا عليها كزون هذيك اللي هي زون دو بيوديفرسيتي معناتها تري ريش اون بيوديفرسيتي وناتشوريل اللي يجم المواطن يمشي فيها يتفسح. معناتها توا الصفقات اللي عندنا هذوما مثلا ما ولات زبله يحطوا فيها الزبله. بون احنا خدمنا عليهم باش نظفناهم شويه ولا كل شيء. يعني نحبوهم يولوا يمشوا فيهم دي بارك فيهم دي زيكو ميزي يمشي يهز ولده باش يفهم مثلا يشوف الفلامون روز يلقى معناتها دي تابلو على الفلامون روز كيفاش ياكل كيفاش يعيش فلامون روز كيفاش يفرخ كيفاش نعمل الباجاج. معناتها كل حاجه نخدموا فيها احنا مع ليزيكول في ليدوكاسيون انفيرمونتال وباش نحاولوا مع المواطنين بشويه بشويه باش نخلقوا ديناميكيه جديده في المنطقه نتاعنا. كما في جهات اخرى برشا جمعيات قاعدين يعملوا في الشيء معناتها كيف كيف. تبقى مثلا ماش اطار الاطار اللازم اللي معناتها اللي تو السياحه ولا تو علاش شنو المشكله الكبيره هذوما المناطق الطبيعيه والمناطق هذوما كلهم ولا لي بارك كل شيء عند وزاره مثلا الفلاحه. وزاره الفلاحه ما هيش ما عندهاش ليها مع التوريزم ويلزم معناتها اللي مثلا باش تعملوا انت خدمه ولا ريغليمونتاسيون يلزموا يلموا هذوما البيئه والسياحه
والفلاحه والامن، واضح كل واضح، هذوما باش لازم يروحوا يكون في فما الخارج كيفاش تنسيق. يخدموا. اي كيفاش يخدموا في الخارج؟ في الخارج سي لو تيريتوار معناتها المنطقه معناتها الجهه معناتها معناتها كما نقولوا احنا المعتمديه والولايه، هي تلم الناس هذوما الكل وتشوف المشاريع وتحل المشاكل. فهمت؟ مع بالطبيعه في معناتها في المركزيه يلزمهم يخدموا على القوانين ويخدموا على فهمتني كيفاش يحلوا المشاكل. احنا تو ديرنيرمون فما ان جون معناتها حب يعمل ان كومبينغ في منطقه طبيعيه عنده ارض فلاحيه بحدها، الدار قاد عامين يدور كل شيء ما رفضوا له، قالوا لا، قال احنا فلاحه ما نعطيوش الوحود، وين نادي السياحه؟ قال لا انا ما عندي انت ارض فلاحيه ما نعطيش. معناتها فما ديسكوردونس بين الادارات نتاعنا، وهذا يلزم نخدموا عليه احنا باش ننشحوا لساعك السياحه الايكولوجيه وخاصه نخدموا شبابنا. هذا الكل معقول جدا سي داود، وهذا الكل يخلي جوستومون اليوم اون دو فير بوجي لي شوز. نتوما من جهتكم كجمعيه يعني بارابور لهالصعوبات هذيا، نقص الدعم، انه ما فماش ترويج بالشكل الكافي للسياحه الايكولوجيه، وما فماش حتى معناتها يمكن مانيش عاطين هالاهميه والقيمه اللي لازم تحظى بها. هذا الكل يخليكم اليوم شنو تعملوا في الجمعيه جوستومون بور فير بوجي لي شوز؟ والله احنا نخدموا اهو، شو احنا تو كيفاش نخدموا؟ احنا قاعدين في بوجي لادمينستراسيون تو. مثلا عندنا مشكله مثلا نتاع بوليسيون في البروجي نتاعنا هذايا نتاع لا كونسرفاسيون دو لا بيوديفيرسيتي بو لو ديفلوبمون ديورابل في الصفخات هذوما نتاع الوطن القبلي الشرقيه. مثلا تو عندنا مشكله في البوليسيون، اش نعملوا؟ نوليو نعملوا سكون ابل لو كلاك لو كوميتي لوكال لوكال دو لا جيستيون، معناتها نلموا الواحد نمشيو مثلا نعيطوا في المعتمديه، نعيطوا البلديه، ونعيطوا لوناس، ونعيطوا ليزاندستريال، ونعيطوا كل شيء، نبداو نحكيو معاهم اي كيفاش نعملوا المشكلة البوليسيون هذوما. نبداو بشويه بشويه نبداو نحلوا، وقت اللي الناس تلم بعضها راه نلقاو حلول، وخدمنا بها قبل. احنا قبل في المشروع الاولاني اللي خدمنا عليه هذا على الكابون كنا عملنا هكاك سكون ابل لو كلاك، ويلزم هي حتى الاداره التونسيه تخدم في بالشيء هذايا اللي احنا مش يخدموا به، احنا كل حد يخدم في ادارته وحده وفي وزارته. دونك احنا نلموا الناس هذوما نلقاو الحلول بشويه بشويه ونوصلوا باش نحلوا المشكله بشويه بشويه ونقدموا بشويه ونقدموا مع نخدموا الشباب على جال احنا نخدموا مع جمعيات اخرى اون ريزو، ما نخدموش وحده معناتها الريزو نتاع الجمعيات اللي موجوده في على اللي سيت هذوما كيما قربة كيما تزرقة كيما معموله، نخدموا مع بعضنا ونأطروا الشباب على نعملوا دي فورماسيون بور لي جون. ديجا عملنا دي زونتروتيان تاع دي جون، مش ناخذوا 20 منهم من كل بلاد يجي خمسه، هذوك مش نكونوهم باش يكونوا لي زومباسادور نتاع البروجي معناتها بالنسبه للمواطنين، بس ما باش يروجوا للمشروع وخاصه على المحافظه على لي زون هذوما وكيفاش نطوروا فيهم وكيفاش نحققوا فيهم دي بريستاتير دو سيرفيس وكيفاش نعملوا ان بارك مثلا وان يكون ميوزي. هذه كل يطلب جهود معناتها احنا لازم نلموا الناس، مش على ما نعملوش على الاداره ما تجيش تعملهم. واضح سي داود، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي مديتنا بها. نشكرك برشا على المداخلة معانا، على خاطر مهم برشا اللي ذكرت واللي حكيت فيه فيما يخص لو توريزم ايكولوجيك. سي داود هين شكرا لك، يعطيك الصحة. نذكر اللي كان معانا لو بريزيدون دلاسوسياسيون ايكوتوريزم انفيرونمون سي داود هين، حكينا على السياحة الايكولوجية في الجزء هذايا من البرمجة الخاصة على اكسبريس اف ام اللي كيما قلت هي برمجة خاصة متواصلة حتى للسبعة متاع العشية. نواصلوا معاكم مع باقي ضيوفنا ومداخلتنا بعد لحظات، نحكيو على الترويج لتونس كوجهة سياحية مع سي عفيف كشوك رئيس الاتحاد الوطني للسياحة بتونس، يكون معانا بعد لحظات. خليكم مع فاصل قصير، موعدكم مع فلاش شانج، ورجعين مع ضيفنا الموالي يكون بحثنا بعد شويه.